السلام عليكم إخواني الأعزاء، أصدقائي المليح، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في في حلقة جديدة من برنامجكم مسار مولوع، والبرنامج تعرفونه جيدا. إخواني، هذه الحلقة غادي نحاول نسمعوا قصة ديال واحد المولوع اللي الجميع كيعرفوا، هو ابن حي سبتة وابن مدينة الدار البيضاء. يعني ما عندي ما نقول عليه، كلكم كتعرفوه، وأنا اللي نقدر نقول لكم عليه هو أنه مولوع مثير للجدل، وخاصة خرجاته على الفيسبوك. فهذا المولوع كما كنقولوا له واحد التاريخ، هو بحاله بحال جميع المواليع، له بداية بحاله بحال جميع المواليع، له قصة مع الطيور بحالنا بحاله. اليوم غادي نسمعوا قصة ديال الصديق والمولوع ديال الجميع، عمر الصبراوي. نمشيو نشوفوا ماذا سيقول لنا عمر الصبراوي، ونعيش معاه القصة ديالو في عالم الولعة وفي عالم الطيور. السلام عليكم خويا عمر. وعليكم السلام خويا علي. خويا عمر، معك قناة علي تي في ماروك، اللي كدير واحد البرنامج سميتو مسار مولوع، واللي كنظن كتعرفو، ربما شفتي شي حلقه ولا جوج ديالو. هو عباره على واحد البرنامج كنحاول نارشيفي فيه المواليع اللي دازو في المغرب، باش يبقاو كتاريخ الجيل الجديد. اذا شكرا لك على القبول ديال انك تدوز معايا في هذه القناه. خويا عمر، بطاقه تعريف ديال السي عمر الصبراوي. بادئ ذي بدء كنشكر قناة علي علي المرضي ماروك على تلبية الدعوة، وأنا بالنسبة لي هذه القناة هي القناة اللي كنتيق فيها، وصيرتو ملي على الناس اللي دازوا، يعني المواليع اللي دازوا. بارك الله فيك خويا عمر. لأن كتعرف تختار، يعني إلا قالت مولوع راه مولوع. بارك الله فيك. هذا هو المهم في هذا. المهم، معكم عمر الصبراوي. نعم. مولوع من مدينة الدار البيضاء. نعم. من المغرب. هي المغرب. هي مزيانة. إن شاء الله كتبان لي غاتمشي تقلب على المواليع ديال الجزائر، على إسبانيا، هادشي ما فيهش. هذاك على حيت أنا كنشوف أنا المستقبل ديال هاد القناة، يعني ما غاتوقفش هنا على الصعيد الوطني. عمر الصبراوي مولوع. تزاد في سباته. نعم. من مواليد 1 12 1968. الله يطول لنا في عمرك. انا قدي قد المولوع الكبير استاذ ربوح. أيه. واحد 12 قد قد في العمر. واحد 12 ايام المولوع الكبير لهاد بهاد المناسبه. كنقول سنه سعيده. اييه سنه سعيده استاذ ربوح. اول مره كنعرفها انا. المولوع الكبير كنظن لا اله الا الله محمد ولاعة. المستوى ديالو. يعني ولاعة ديالو تبارك الله كبيره وكبيره بزاف. بارك الله فيك كاين معروف. المهم خويا عمر. نعم. المهنه ولا المستوى الدراسي؟ المستوى الدراسي عندي قرينا واحد شويه على قد ماستر في الاقتصاد. ماستر فاش؟ اقتصاد. تبارك الله، الله يكمل بخير. دابا كندير المهنه ديال وكيل عام ديال وكاله التامين. تبارك الله، الله يسخر. ايوا. اذا خويا عمر، شكرا على بعد على هذه بطاقه التعريف، كاين شي حوايج يلا عرفتهم عليك. اذا خويا عمر، كما قلت لك لا كونسيبت ديال هذا البرنامج انت عرفته. اذا خويا عمر، انت سمعتي بعض الحلقات اللي دازوا في مسار مولوع؟ اييه. اذا سمعتي القصص ديالو؟ كامل كامل كامل، يعني عرفتي شي حوايج. اذا اليوم جاء وقت نعرفوا قصه عمر الصبراوي، او الملقب بعمر لاسورانس، القصه ديالو مع الطيور. يعني كيفاش بدا القصه ديالو من الطفوله ديالو مع الطيور؟ المهم القصة ديالي، أنا تزدت في واحد الدار اللي كان فيها واحد المولوع. أيه. كيقولوا ليه العربي ميغو. العربي ميغو. العربي ميغو. أيه. سباتة. سباتة. لأنه المواليع بالضبط سباتة؟ سباتة في شارع درب الدوام بالضبط، في شارع الشجر. أيه. تما هذاك هو كنقول لك المقر ديال المواليع ديال سباتة. نعم. اللي على رأسهم كنقول العربي ميغو، كاين العفو. نعم. كاين كوعيش. كاين ربما عبد الله. كان واحد السيد كيقولوا لي الطيبي، هذاك هو اول واحد خديت من عنده تقريبا قرع يلاه جاي مصاص. ولكن سي عمر، واش هما اللي كما كنقولوا هما اللي بلاوك بالطيور ولا كان شي؟ لا انا نقولك. اه انا
في 1973 حياته ربما تما بديت كنعقل. اما قبل كانوا عندنا الفراخ في الدار. الوالد الله يرحمه كان خدام مع الصبليون. أيه. كان سائق ديال واحد الشاحنه وكيديروا الرخام. أيه. وبمناسبه اللي بحال تقريبا هذه المناسبه اللي حنا فيها ديال حلول السنه الجديده كانوا كيعطيو لي كادو. أيه. كانت هذا الوقت كانت هذه القضيه كانوا باغمي هذ لي كادو كيعطيو واحد التورط بحال ديال لا كوريدا. لا كوريدا ديال الثقافه ديالهم. الثقافه ديالهم وكيعطيو قفز كبير أيه. مقنين حيه كيعطيو ليه. انا هو اللي كنت كنبقى هذاك مقنين نعطيه الماكله وكيعطيو قفز كبير كريه وكيعطيو. تما بدات كتكون هذه الشوكه ديالك. اياك. ولكن كانوا دار جدي في سيدي مومن. نعم. حتى الان عندهم الفيرما ديالهم باقي عندهم. الخير. تما كان واحد خالي كان كيقني. أيه. وكانت الوسط الدار كتجي مقنين وكنديروا الشبكه تما في السبعينات. أيه. هو كان ربما بحال قلتي كيقني وانا كنحوز ليه بعض المرات كنقول ليه دازت هادشي ب 75 73 كنت كنسيف تحوازك ومن كنت كريسون ديال الشبكه. دابا كاين الشبكه عاد ديال الشيفور عاد الكريسون هو اللي حواز دوزت انا كريسون في الشبكه وفما فيها حتى شي مشكل اسي ماشي مشكل يعني دابا يعني داخله في التعلم دابا انا تقول لي صايب مثلا سليب ديال نتوان ندير لك هكا ها السليب نصايبو الشبكه نجمعها نقنيها فهمتي يعني حتى الفرق قبل الفرق كنعرف مقنين الرجيه كنسمع يعني الفرق كاين اللي الفرق قناي كتسمع على مقنين جايه كتحس بها مقنين جايه بعد مرات كتولي كتعرف تذكر من نتوى جاي في السماء كتعرفوا هذا بلا ما نجبد عليه من البرزة راسي يعني هادشي دوزناه الى درجه شنقول لك هاد ثقافه الشبكه ضروري خاصها تكون عند الانسان واخا كاين السي عمر السي عمر بالنسبه لدابا هاد المرحله هادي هضرتي لي على ان غير من العائله يعني تبليتي بهذا الطير وبقيتي متبعو يعني بقيتي يعني كما كنقولوا بلي به كاين العائله وكاين بالنسبه لسباته كان هذاك هادشي بغيت نسولك يعني من بعد العائله كانت واحد المحيط ديالك الجيران اللي هما عاودتي لي على سميتهم كان حدايا واحد السيد كيقولوا ليه احمد الجوك المنور حمد المنور باقي عايش هو باقي عايش اللي هو نسلموا عليه من هذا المنبر نسلموا عليه ونسلموا حتى على ولد خوه نبيل المنور المولوع اللي في جديده اللي في وزاره الفلاحه راه كيعرفوه الناس ديال جديده هذا عمو هادو كانوا قول شي خمسه الخوت هذيك الساعه وكل شيء عندهم مع مقنين. نعم. علاش بالضبط اخويا عمر سمح لي قاطعتك علاش بالضبط مقنين ما تكونش عصفور ما تكونش بانسو ما تكونش علاش تمشيتي بالضبط لهاد المقنين؟ دابا مقنين هذيك تستيتيا ما عندش الفراخ الاخرين عادي مقنين عادي كنقولوا التيطان فهمتي هذاك لابيل عنده اللي طبيعي فطري ولذيك تستيتيا بحال هكا هذيك اللي ما عندكش في ودنك ما تكونتش عندك في ودنك ليدونتيتي ديالها هذه ليدونتيتي هذيك تستيتيا كتقفز المولو على ما كتقفزوش هذيك تستيتيا ما غيبغيها عمره ما غادي يبغيها عاد الالوان ديالها داكور فهمتي بصح هذه متفقه عاد الالوان ديالها يعني اتيرون يعني اللي اتيرون يعني اللون ديالها عادة شغنقول لك هي كتقلب على الانسان عزيز على الانسان سوسيال يعني لي زوازو دو لا كومبان بارمي هادوك مقنين فهمتي عادة في الطايره ديالها الى درجه ملي كتكون غادي للعروبيه كتكون غادي في الطوموبيل كتلقاها في الجنب غادا وانت كتشوف هي غادا قدامك بحال هي فرحانه غادا مع داك الشيء يعني هذا هو علاش مقنين هذا علاش مقنين بالنسبه للناس اللي كانوا معك كانت واحد الظاهره ربما ما بقاتش ربما حيت ما كانش شغنقول لك بوعميره راك مولع السي عمر انا هو نطلق على ربعه تا هو اييه كمل زيد المهم السبت انا ديالي كنتولى فراخ انا مابقاش عندي ديك الولاعه ديال نشد فرح في قبض بحال كتقول انا ساجنو بحال كتقول لي هذه لقيتها بحال كتخرج الدراري بصح يعني فراخي كاملين كنطلقهم يعني بحال اقل انا ضروري كتحس بعض المرات كيدخل لك واحد الشك حلال وحرام هذا الفرخ ساجنو بحال هكا كتقول على الاقل نطلقو ويتحرك داكور هذا هو اللي قلت لك واحد الظاهره ما بقاتش كانوا الناس في الشراجم كيعلقوا كيدير مسمار وكيدير مسمار وكيعلق فرخ دابا كتبغي عاد تشمش فرخ خاصك تبرك حداه من بوعميره ربما بوعميره قبل كان عنده ما ياكل دابا الناس ولات واحد الظاهره كيربيو بيروج كيربيو الكنار كيديروا
بوعميره وجدوا ليه ماكلته داك الشيء. والضحيه هو المولوع ديال المقنين اللي هو عزيز عليه فرخو باغي تولع باغي خاصو شويه الشمس يعني بحال هذوك الناس حرموه عليه. داكور سي عمر بالنسبه لهاد الناس اللي هضرتي عليهم اللي قلتي سميتهم قبيله دونك هادو واش خديتي منهم شي حاجه جديده على داكشي اللي خديتي على والديك مثلا واش تغريد ولا كيفيه طبيعه الطيور استفدتي من هاد الناس اللي كانوا سابقينك؟ هادوك عا بحال قلتي كيفاش كيعلموا كيفاش تربي المقنين باش ما تموتش لك باش ما تموتش لك وصافي ماشي شي حاجه التغريد ما كاين حتى شي حاجه خاص فرخ ما كيسكتش اولا كتحطو كنا كنحطو جوج فراخ شكون اللي غادي يسكت الاخر فرخ ما كيسكتش هو هذا على والي كان لك وكان الفرخ اللي فيه الحصور هو اللي يعني اكثر جاذبيه لان وكانوا البرانيه سيتو في البرانيه كيكونوا الشباك بزاف ملي كيكونوا الشبكات بزاف كتشوف هذاك اللي فرخو فيه حصور عا كيدير كيهبط فرك دونك بحال يعني هو اللي كي يعني ستانابيل اللي عند سي با نابيل داتاك مي المو الصياد اللي عنده فرخو فيه الحصور هو اللي يدفرو بحصه الاسد من الفراخ كتلقى ديما الكازو عندو عامر اللي عنده شي فرخ نقي ولا كيضرب عليه ولكن سي عمر واحد القضيه فهاد الحاله هذه ديال التفصيل اللي عطيتيني دابا حنا حاليا اش كنقولوا الحصول هو التخاصيم يعني هذاك التخاصيم هذاك التخاصيم هنا انا درتي العكس انه ملي كيديها كيهبطوا الطيور انا نقول لك دابا التخاصيم ومعليش كيقول لك قاره قاره التخاصيم الحصور بروبرومون دي اللي هو كاين لك بعض المرات الحصور راه كاين شي حكام ملي كيضرب الفرخ سيرتو الميستو ولا المقنين سيرتو الميستو ميستو كيوضح الحصور ملي كيضرب هذاك الحصور بالجهد كيعطي بحال هذاك الحصور ديال الحصور ديال العصفور العصفور كيدير لا ولكن انا نشرح لك هذا هذا كيقدر يكون بريمافيرا هذا عيب ولكن الحصور المقنين اللي كتكون عند الحصور ماضي هذا الحصور هو اللي كيهبط الفرخ وعلاش السباليون دابا كيحطوا حتى التخاصيم خانه الحصور لانه الحصور التخاصيم كاملين كيهبطوا الفراخ يعني ملي كتسمع الفرخ كي ملي كي مثلا كيجي شي فرخ وكيهز انت باغي مثلا شي فرخ باغي كنقولوا تجبد عليه كيهز كترد فمك كدير دير كيرجع يعني هالفراخ كيتخاصم وكيدير التخاصيم ديال الماكله يعني الفراخ راه كاينه الماكله كاين ما يتكال صافي فهمتك فادي فهمتك هذاك الحصور حتى هو ذاك الحصور بحال قلتي اش نقول لك انا كنقولها الحصور بحال قلتي شي اغريسيفيتي داكور الفرخ اللي فيه الحصور اغريسيف يعني فارض راسه فهمتيني اذا سي عمر هذه كلها في المساله هذه كلها طفوله اللي هضرنا عليها ونزيدك على قضيه الصيده دوزت الصيده في السبعينات ودوزت صيده في الخامسه السادسه الباك دوزت الباك كنت كنقرا في واد الذهب ولقيت ديال البرانيه دونك انا دزنا للشباب هذه الشباب ولكن باقا الخلويه باق هذا شي بغيت نسولك كنقول لك مرحله الخلويه باقي في المقنين العاديه الطبيعيه بالنسبه حنا دابا كنهضروا على الصيده الصيده كنت كنفيق مع الخمسه الصباح سته كنمشي الولاد حدو انا واحد الصديق ديالي دابا راه كارديولوج دكتور شهير كنمشي انا وياه سير كمل معايا خويا عمر كمل معايا غادي نقومني كمل معايا زوينه عندك هاد القضيه كمل هي كتمشي انت وياه كنمشي انا وياه الولاد حدو وهاد الوقيته ديال البرانيه كتكون سيده ملي كيخرف الهندي نعم ملي كيخرف الهندي كيبقى داك الدرك كنصيدو عا كتقرب 8 كنجيو كنشدو الشبكه كندرقوها بداك الدرك اللي طايح كنخليو كنجيو كنقراو خرجنا مع 10 كنكملوا الصيده خرجنا مع 12 وكان هو مسكين دابا لحد الان مبليب اغاتا كريستي كيمشي عا باش يقرا شي قصص هي هذيك انت ما كتقراش انا تسال البرانيه كتبقى تشوف الجدور انت راه تشوف الجدر حيت احسن حله هي ملي كتشد الفرخ هذيك الساعه في الشبكه كيبان لك كيضوي سبحان الله راه كيدخل القدس كيشف صافي كينشف كتمشي منه شحال من حاجه هذا الشيء علاش كنطلق الفرخ كنبغي نرد فيهم هذاك الدم دابا الفرخ الا تطلق كيرجع ليه واحد الشكل بصح نفس بحال قلتي عمل عامل نفساني ملي كيحرك جناحه كتكون دوره دمويه هذاك كيقولوا ليه طير يعني طير خاصو يطير عاد باش يعطي الفطره ديالو هاك
اذا من بعد ما كترجع ل سي عمر من بعد ما كترجع غادي خليها باغي يبان في مصر نكمل معاك حتى نكمل معاك حتى كمل معاك كمل من بعد ما قلت لي هذاك السيد من بعد ما قلت لي هذاك السيد قلت لي تمشي معاه واه خليه غادي يهضر بيا في يد سي عمر من بعد ما كملتي ملي كتمشيو كيلقى اغاتا كريستي اها انت ما كتقاش اغاتا كريستي انا خاصني ننجح في الباك باش نمشي لفرنسا تصور دابا انا ابقاني ودافع لفرنسا ومعيط لي فرنسا وخاصني ننجح في الباك ونجحتي ومشيتي انا ما مشيتش بقيتي هنا بقيتي هنا واخا من بعد ما كتصيد هذاك الشيء ديال هذيك الوقيته اش كدير بها هذيك المقنين اللي كتشد المقنين اللي كتشد ما كتوصلش راه غادي وكدوز على هذا تعطي لهذا ما كناش كنعرفوا شنو هو واش المقنين كتباع ما كنعرفوش شنو هي المقنين واش كتباع ولا ما كتباعش المهم كتفرغ صحابك وصافي اه هكا وصافي فرخ لانه بعدا هذيك كانت كتموت ها علاش كنت كتصيد اللغنة لا كنصيدوها باش كنتمنظروا فيها المهم راه جا موسم الصيداجه كما دابا هاد الصياده اللي كيخرجوا دابا القنص القنص بحال هكا واش غادي يخرج باش ياكل راه كاين باش يبدل الجو حيت هذيك المنظر كتحط شبكه كتفرج دابا الناس بكري ما كانوش كيصيدوا باش يبيعوها كانوا يلا نمشيو نتفرجوا كيقول يلا نمشيو نتفرجوا عا كيتفرجوا فيها فهمتي باش دونك ما كانش عندك دونك ما كانش عندك إلمام تغريد ما كانش إلمام لا إلمام تغريد كان كان فداك الفرخ اللي كيحل فمه كيهضر قلت الفرخ اللي كيهضر بزاف انت بالنسبه لك ملي كنت كتصيد كتصيدها باش تقصر على باش تقصر على الالوان عام مقنين عام مقنين عام مقنين السي عمر امتى امتى هاد التغريد مع مو اتراك ديال التغريد ديالها ديال الطبيعي انا التغريد واحد الخطره مشيت للقريعه ملي مشيت للقريعه ويبان لي جوج عشاش ماشي ديال الحفاظه لا سمح لي انا كنهضر لك ماشي الحفاظه ما كنعرفش شنو هي الحفاظه وداك المقني كنت كتصيد انت ما كنتيش كتسمعها كاع هنايا الخلويه كتجيبها الخلويه لا انا نشرح لك الخلويه اخر عام عندي تقريبا في الخلويه واحد الخطره ضرتني الضرسه ملي ضرتني الضرسه وكنت اش كنقول المهم شربت الدواء ما بغاتش بانت لي ما حطيتش ولا تزيان مشيت ما حطيتش ولا تزيان شديت الكار بني ملا انت دارك الضرسه دار وصلت بن حمد هذاك هو الدواء اه هو الدواء والله العظيم قلت انا غنفك غنمشي نصيد انا بغيت نتلف باغي نتلف شديت الطريق بن حمد ما بقاش بحال كنت عا كنكذب وصلت بني ملا للطاكسي ولا تزيدوح وصلت يلاه بدات شويه كتبان لي واحد السيد كيتسنى واقيلا في طاكسي ولا شنو قلت الله يرضى عليك فين كاينه سطايله مطيله حيت ما كاينش ليها سطايله ولا مقني سطايله مطيله قال لي راه ما كايناش هنا خصك تضرب واحد 8 كيلومتر خصك تضرب واحد 8 كيلومتر هي هذيك تميت غادي شويه بالي واحد السيد سال شي غنم ما كاينه سطايله عيت ما منعش ليه الكامل قلت له كاين شي واحد كيصيد سطايله مطيله هنا ويقول لي خصك تقطع الواد زدت قطعت الواد سرحت الشبكه حطيت الطير حطيت واحد نتو ديال السنبل واحد نتو اخرى ديال الاحتياط حدايا نزلوا شي ربعه جدوره كيهيجوا على النتو بقاو يضاربوا على لا ما شديتش ما غادي على القرع غادي عارف هذيك الوقيته كيكونوا على القرع غادي على القرع وهذا الشيء ما كنعرفش شنو الكلام غادي على القرع هي هذيك جلست لقيت هكا سبعه وانا ندير هكا نعست مشيت داك الناس نعست جات الشبكه مشى لا نعست انا نعست صافي حيت ما كاين حتى شي واحد ما كاينش الناس حيت قطعت الواد الا قطعتي الواد غتمشي على الخيام غتمشي بلاد السرحه بني مسكين صافي غتم غادي داخل بني مسكين هي هذيك ضربتني الفايقه فايقني طير واحد الطير لقيت كلشي سكت الحسنيه الوطوات كلشي سكت هذاك الطير كيدير هوك هذاك الطير هو اللي بقى مصور بيا في دماغي هاكو اش كان كي سمعتي الغنى ديالو زوين ما كنعرفش المهم اثار انتباه اثار انتباه كنقول ما يمكنش هاد الطير عنده يعني شفتو انت ربيت سطيله بزاف ربيته من تما بقى عندي هذاك الطير جيت في حال بغيت نخرج لقيت الماء طلقوا السد الماء الله الله لقيت منين نخرج والو واحد بقيت كنمشي كنمشي من هوك منين كنلقى الماء طالع شي سمعت شي دراري واش داك اخويا الدرسه والفراح تسمع ترى المشكل اللي كاين كيبانوا لي كنسمع شي دراري مشيت حداهم قلت لهم الله يرضى عليك اولدي
كيخرج كيعوموهم قلت لي بغيت نخرج حافظين قال لي واش كدير تما قلت لي راك كان صيد ستايلان طايله وفاش دخلت ما كانش الماء بحال هكا دابا الماء ما عرفتش كيفاش تطلع قال لي ولا كنت ارهابي والله حتى بحال دخلت كنقول او الدراري الصغار كيفاش داخل اليوم ارهابي كاين لا ومشيت كنقلب على هذا الثمانينات التسعينات هنايا هذه لا غنقول لك لا هذه راه شي 2004 هي ديك كنقول لهم لا راه هانتوما انا نوريكم شي جبت الساكله السيكان وفين داير عاوتاني الفراخ قلت لهم هام هو يقول لي هانتا تم جاي بقى كيدير قال لي كيبان لك شويه الحجر تما قلت لي راه كاينين شي مسونه قال لي غتم جاي وغدور بحال هكا جي تم جاي عندنا تبعدنا راه ما تمش غادي هكا تمي دير بحال حافظين تمي تجي بحال هكا كنت حتى قلت غنلوحه عاد خرجت عندهم بحال هكا صافي ريحت كنت راه تخلقت والله ما نكذب حيت ما عندكش فين غتمشي صعيبه عندك غير تما ما عندكش الوان رجعت كلك فازك قلت انا طالع في الطاش تكون لي فازك عادي المهم عام وليت باغي حنرجع دابا من تما صافي المهم هذه قصتي مع الخلويه هذه قصتك مع الخلويه اذا خويا عمر دابا قلتي لنا الصيده قلتي لنا البليه قلتي لنا الخلويه كيفاش الغنى ديالها جاك كيفاش خويا عمر دخل لهذا المجال ديال التغيد المقنن اللي كنقولوا ليه ليبيو ولا ليه لان انا كنعرفك كنتي كدير السبته لا سبته انا دابا زعما انا دابا كنهضر معاك على كيفاش داك التحول داك التحول سبته عرفتها عن طريق واحد المولوع هذا هو التحول ديالك التحول ديالي سبته عرفتها عن طريق واحد المولوع اللي كنحييه من هنا شكون هو هذا المولوع حموده التشارك ياه كنسمع به ما كنعرفش حموده معطيه لانه ولعته كيتولع يعني اش نقول لك كما كنقولوا الا كان الداخل ديالك وكنتي نقي الا كنتي عزيز عليك الولاعة وكتبغي راه كتولع كنتي عندك هكا راه الولاعة كتعرفك ولا انت كتعرفك باختصار هذاك السيد عرفته في القريعه انا خديت بالي جوج عشاش خديت جوج عشاش جلست في القهوه ويجي عندي قال لي السلام عليكم اخويا الله يرضى عليك واش عندك شي عش قلت له عندي واحد العش عندي جوج قال لي بغيتك تبيع لي واحد كاين شكون اللي قال لي هذا هو يقول لي ما عقلتش عليه داك السيد قال لي ابيع لي شي واحد بيع لي راه عزيز عليه العشاش راه تبغالي معايا بحال هكا ديته قلت ليها ما خذ واحد خدا واحد قال لي شحال اخويا قلت لي 1000 ريال باش خديته 50 درهم باش خديته عطيني 50 درهم ديالي وي او كيشوف فيا كيقول كيفاش هذا خم وي عنقني قال لي الله يرحم لك الوالد فرح قلت له انت خديته ب 50 على نيتي صافي مشى داز شي شهرين وهو يقول لي تلاقى معايا وبدا كيعنق علاش العش بدا كيهضر بدا كيتكلم حفظه قال لي جيت صنت لي قلت لي انا ما كنعرفش نعيت لي بقيت كنقلب حتى مشيت شويه هو فديك الساعه فاش قال لي راه هذاك العش عرفتي اش كيقول كيسحبني راه كنعرف اش قال لي والتربلي بليات ستان فهمتي تهلي البيانو انا نصاحب هذا وقيلا عن شطي ملي كيبدا يهضر هو راه كيدافع حيت هذا المولوع بحموده هو اللي كيعرف يدافع على ولادو كيعرف يفاصل على فراخو بدا كيقول لي ترى هادشي كنقول انت اش كيقول بحال كيهضر شي لغه اخرى من بعد من بعد فاش مشيت عنده هذاك الشيء اللي قال لك حيت كنقول لك انا الا قلتي لي شي كلمه كتفيكسا وكنبغي نسمعها في الفرح ماشي تقول لي خاصك الملموس ماشي تقول لي شي تيبيلي والفرخ كيقول بصيه بصيه ولا كيقول شي حاجه خصني نسمع الفرخ كما التسميه اللي عطيتي خصني نسمع الفرخ كيقولها ماشي حتى هذا كيقول ما عرفتش هكا والفرخ كيقولها يعني داك الشيء اللي قال لي هو البيانو فهمتي ستان سمعت داك الشيء كما كيقول قال لي قلت له تش هذا الشيء تش راه عمري ما سمعته قال لي راه هذه سبته التماك فين فيك تناعس فين عايش هي هذيك بقيت شويه مسكين شويه بدا كيقول لي هذا عطاوني فيه هذا داروا فولي قال لي عش فيه اربعه قال لي اختهم كتقول باللي كدير التعاوق كنقول تش شد باللي قلت هي هذيك بقيت انا معاه بحال هكا شويه يقول لي راه غنعطيك فرخ قلت اوه دابا يلاه كيقول لي هذا عطاوني مليون عاد عرفت انه انسان ولد الناس جيت كما تنور علاقه يعني رجع لك هذاك لو جيست اللي درت معاه باش نقول لك هذه خاصها تكون في اي مولوع خاصو يعقل شي واحد دار معاه شي جيست مزيان حاول يرده واعطيني هذا خذه
اعطيني هذا اش درتي ليا ماشي هي هادي من موراها هو اللي هذوك الفراخ هما اللي باع الحاج الحر اييه كنسمع بهذا السيد كان جوج الفراخ باعهم هما هاد العش من تما بقات تكون سعد سبته العام اللي فات والتكوانسيدات هذه مع سبته غتتم غاده وغادي نوضوا واحد شنقول لك غت واحد يعني المخاض ديال ملاقا بالنسبه للولاعه ديال كازا سبته بحال هكا كتجمع في البالز لا لا بلا تسمح لي اخويا عمر انا دابا هضر لي هاي على عمر في لابيريود فاش حفظ سبته واش جاك شي طير واش جاك شي طير واش بديتي كتفهم الكلام ديال سبته ما كنفهمش الكلام ديال سبته يعني ما بحثتي فيه ما والو ما صدعتيش والو سبته ما دخلتش لي ماشي ما انا لقيتها ما بحال قلتي بحال ما بقاوش الناس كيبغيو يهضروا فيها بحال الناس جيتي معطل فيها جيت معطل بدات كتفتح على مالاكا بغيت نسولك واش هاد سبته اللي كتهضر عليها هي اللي كتسمع عند حسن السي حسن بودا والناس تما تما في الدوري في يونس الاستاذ فجيت لا هي سبته نورمالمون سبته نورمالمون كاينين فيها جوج الناس كاين اللي كيقول لك سبته كاينه كنار كاين السبته الاولى أيه. الواحد اش كيقول أيه. حيت دابا شي واحد كتلقى شي مولوع لا بغى يطاكي سبته كيقول لك تا كنار هذه باش طاكات سبته ولكن كنظن انا ما حاضرش ولكن الناس كيقولوا ان كيقولوا ان سبته كيقولوا ان سبته ان سبته اش نقول لك ان سبته خليها خليها ان سبته ان سبته كيقولوا ان سبته كان الناس كانار كانار ولكن تعرضت لواحد دي موديفيكاسيون اللي لقات واحد انتقادات كثيره داكشي علاش والناس يعني على كان الفرق بين سبته الاولى وهذه اللي كان كانت سبته كانت سبته يعني سبته بحال هكا سبته مقاده 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 من بحال قلتي من فم الفراخ من فم الفراخ داكوغ يعني باقي ما دخلهاش ما دخلهاش دونك انت ما عمرتيش فيها بزاف ما عمرتش انا فيها بزاف اذا خويا عمر بالنسبه لك انت اون فوا سمعتي هاد السبته مهم ليسونسييل فهاد المرحله ديالك انك فهمتي كاين فهمتي واحد التغيير كاين فهمتي كاين واحد ما يسمى بالحفاظه ما يسمى بالتلقين فوالا من موراها درت واحد الفرق حفظته بديتو سبته ولكن سمعت واحد الكاسيطه كان ديال مالاكا كان فيها لي تراك عند العفو كان واحد السيد عنده دي سي دي كان حطو سجلو عنده العفو نسلمو على العفو نسلمو على العفو بهاد المناسبه كان نسلم على العفو المولوع الكبير وكنطلبوا ليه طول العمر ان شاء الله يا ربي امين يا ربي امين وهذا اللي كاين المهم كانت خديت هذيك الكاسيطه وداك القرع عطيته سبته وما لقى جا كيضرب هذه وهذه انت انا عا بغيت نسمع درتي عشوائيه وصافي وزدتو واحد ستاتين ديال الحداد خلوي ولا من القمقم الحداد هو من القمقم كيضربهم واحد جوج ثلاثه سبحان الله العظيم ثلاثه عش يعني عش ثم لقى والسبته والخلويه فهمتي من موراها صافي غادي يجي غنتلاقى مع الحاج دريس اللي هو صديق ديال واحد المحامي صاحبي نعم تلاقيت مع الحاج دريس عطاني عرفني ما عرفتش كيفاش انا كنت حيت المالي صعيب باش يعطيك ولكن واش لمس فيا انني شي حاجه الحاج دريس الحاج دريس هذيك الساعه يلاه دخل من الطاليان وكانت عنده علاقه وطيده مولوع مولوع علاقه وطيده بالعفو بنور الدين العفو ايه ديك كانوا هذاك العام كان كيفرخ هو المساته وحفظ المساته مزيان حفظ المساته بزاف تما من مورا عطاني واحد الميستو شحال هو ميستو لا عطاني ميستو حافظ داكو ميستو حافظ حافظ سبتانيت لا مالاكا مالاكا ما عقلتيش على واش فوليم بيبي غرناطا فوليم هو نورمالمون لي تراك هي نورمالمون الفوليم 2 هي الفوليم مفصله يعني سبته كلاسيكيه مالاكا كلاسيكيه اللي كنقولوا دابا كلاسيك عطاها لك عطاني الميستو الميستو درت عليه 12 قرع كلهم حفظوا هو كان حافظ ديك الميستو كان كبير ميستو ميستو حافظ ميستو عنده 3 سنين داكور راه كيعرفوا الحاج دريس مزيان كانت واحد الخطره تلاقيت مع الحاج دريس قال لي تا ربما ما بقاش عنده الفراخ بزاف هو يقول لي عرفتي راه تلاقيت عاود تصنت لي داك التسجيل ديال الميستو
قلت لك وانا عطيتك هذا والله ما نكذب عليك، قال لي وانا عطيتك هذا شو دابا الاولى عا كي داير كانت كتوقع هذه كنقول للناس ديما راه بعض المرات كتعطيك الولاعه كتعطيك الولاعه كتوجد الولاعه راه لا عطاتك رد بالك ما تطلقش الفراغ راه ملي غتهرب عليك الولاعه تبغي هذاك الروف اللي تولع به وما غتلقاش ديما الواحد يعرف يسانتري. واخا خويا الصالح خويا عمر هذا الجزء الاول غنبدا معاك ان شاء الله الجزء الثاني اللي غادي ندويو فيه على قلتي لي 12 قاع ما عرفتوش وقع لهم هذوك 12 قاع انا نقول لك 12 قاع ان شاء الله غادي نبداوها ملي غادي نسولك عليها دابا